ولا تأليف كيف صار؟ في تأليف نقول على الثاني هو بكثير. عدة ثوان فقط كانت كافية لكشف مستوى التدني الذي وصل إليه ساسة لبنان في التخاطب وإدارة البلاد. قبل عام ونصف العام وزع قصر بعبدة نشاطه على وسائل الإعلام دون سحب الصوت منه عمداً، وفيه كلام لرئيس الجمهورية ميشيل عون أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان الدياب، يتهم فيه سعد الحريري بالكذب وينفي استلام أي ورقة من الرئيس الذي كان مكلفاً. أما الحريري فقد أشهر في زيارات أخرى للقصر ورقة واضحة الأسماء أمام عدسات الإعلام. قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد. هي لعبة التسريبات التي يتقنها السياسيون جيدا، فبعد كل تكليف تبدأ ماكيناتهم حرب تسريب اللوائح، فتصل التشكيلات الحكومية إلى هواتف اللبنانيين قبل أن تبصر النور. تشرفت بلقاء فخامة الرئيس هالصباح وسلمت تشكيل الحكومة التي أراها مناسبة في هذه الظروف بالذات. سجل نجيب ميقاتي رقماً قياسياً بتقديم أسرع مسودة تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهورية بعد أقل من 16 ساعة على انتهاء استشاراته النيابية غير الملزمة. لكن هذه التشكيلة لم تنم ليلتها في بعبدة، فقفزت من أدراج القصر إلى دائرة التسريب، ووجد ميقاتي أن ما كتبه بخط يده أصبح للنقاش في الشارع قبل بته في لقاءاته الرسمية. تشكيلة مؤلفة من 24 وزيراً حافظ خلالها على هيكل حكومة معا للإنقاذ، مع تغيير في 4 حقائب وزارية أبرزها شطب اسم وزير الطاقة وليد فياض لصالح وليد سنو. لما حضرنا الخطة كانت اكتملت بمعظم معالمها، وحبيت أني أرسلها لمجلس الوزراء عن طريق الواتساب. كالعادة تبادلت دوائر القصر وفريق عمل الرئيس المكلف اتهامة التسريب، وانتهت مفاعيله سريعا مع إعلان استمرار التشاور بين الرئيسين، وتوجت بلقاء ودي لكن دون الإفراج عن التشكيلة، ودخل الملف مجددا في دائرة المماطلة مع طرح الرئيس عون حكومة ثلاثينية تضم سياسيين ووزراء دولة، وعودة طروحات المداورة بالحقائب، ومطالبة فريق الرئيس بوزارة الداخلية تعويضا عن خسارة الطاقة. انفجار الاجتماعي خطير وجدي، وما فينا نتعاطى مع هيدي المرحلة 4 أشهر إنه إيه هلأ بدنا نمرقهم، ما بعتقد البلد أبداً بيحمل هيك. نحو 50 نائباً مسيحياً لم يسموا ميقاتي، ما يجعل حكومته المقبلة فقيرة بالدم المسيحي، إضافة لتكليفه بأقل عدد من الأصوات. ويدرك جميع من يؤلف ويعدل وينقح أن لبنان يتجه إلى فراغين اثنين، حكومي ورئاسي، وأن طرفي التأليف ليسا في ورد إنجاز التشكيلة، ومع ذلك يستمران في زهق أرواح الوقت واللبنانيين والوزراء المرشحين على الورق لتمضية صيف خال من الحكومة الفاعلة. وخير شهادة على دعابة لائحة ميقاتي هو اسم النائب السابق ياسين جابر. كلهم عم بيقولوا ما في حكومة لنهاية العهد. وطالما أن الرئيس نبيه بري لم يعترض على اسم ياسين جابر وزيرا للمال، فهذا وحده دليل على أن اللائحة لا تتعدى غيم تصريف. بولا يعقوبيان، قدم الرئيس ميقاتي تشكيلة على السريع، فاجأ الكل، ودارت حرب التسريبات بين بعبدة والرئيس ميقاتي وانرفضت التشكيلة. هل انعملت هذه التشكيلة لحتى تنرفض برأيك؟ نحن لما شفنا بالاستشارات غير الملزمة للرئيس ميقاتي كان واضح أنه يمكن إذا متاح اليوم هو تغيير بعض الأسماء، لا شيء غير ذلك. واضح أنه كانت التشكيلة جاهزة وطلع قدمها، مبين يعني أنه عنده آخر توقيع ميشيل عون قبل ما يترك قصر بعبدة، يعني أكيد لن يوقع على ما هو أقل من اللي عنده إياه اليوم. يعني إذا بتعطيه اليوم مثل ما عنده ممكن أنك فأنك تأخذ منه الطاقة، ما بعرف قديش بعد كل هالقتال لمدة 15 سنة لتبقى وزارة الطاقة معهم، هل بتخلوا اليوم
عن وزارة اللاطاقة، لازم مش ما حدا يسميها وزارة الطاقة بقى. فما بعتقد انه بعتقد عارف الرئيس مئاتي، بس ليش الرئيس مئاتي طالع بتشكيلة عارف سلف انه رح تنرفض؟ يعني بتكأنه ممكن بدهم يحرجوا، عم ببري دمته وعم بزت يعني عم بينصب فخ للرئيس عون، يا ما شو يعني. هو يمكن كمان طريقة انه عدم تسميته والكلام اللي صدر من التيار الوطني، من التيار الوطني الحر، من الوزير جبران بيصير اللي هو يعني ناطق باسم الرئاسة اليوم، واضح كان انه كلام يعني بيحتمل يلعبوا بالوقت الضايع، هو البلد عم بيهر ويقوموا بهذه الممارسات، عم بيعملوا يعني حرب انكيات وحكي لحد ما نشوف كيف بدها ترسل الامور، وبلا عصا خارجيه ما بيكون في حكومه مثل العاده. فهل العصا الخارجيه جاهزه او هل فاضي العصا الخارجيه وتعملنا حكومه؟ بكل الاحوال اليوم ميشيل عون على اخر عهده، قراءتي تحليلي انه رح يتشبث باي باخر توقيع، انه ما رح يترك ويسلم حكومه ممكن تاخذ ثقه وحكومه تكون اذا بدك مكتمله الطاقه، رح يسلم حكومه اذا طلع له فيها فعلا يعني اللي خسره بقصر بعبدا يكون طلع له بالحكومه شيء يعوض، خاصه اذا ما كان في رئيس جمهوريه. يعني اكيد تفكيرهم هو رايح بهذا باتجاه الفراغ، وانه الحكومه رح تستلم، والا بخلوا هيدي الحكومه مثل ما هي، عندهم حقائب فيها مهمه وحجم فيها لا بأس به، بخلوها هي تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا إذا قدرنا ننتخب رئيس وأتمنى ذلك. بس ما بعرف إذا اليوم القوى السياسية بدو يلعبوا بعد شوية كباش مع بعض، إذا قديش لح يضيعوا وقت ما بنعرف. يعني أفزتي لموضوع رئاسة الجمهورية، قبل ما أرجع لموضوع، لأنه كل هذا موضوع الحكومة مرتبط برئاسة الجمهورية الأخير. بس أنا خليني أسألك عن الاستشارات النيابية غير الملزمة، يعني لما التقيتوا أنتوا كنواب تغييريين مع الرئيس مئاتي، شو يعني شو طلبتوا منه؟ شو قالكم؟ شو دار بيناتكم؟ هيدا اللي قالوا انه رح يكون في بعض الاسماء فقط لغير تغيير هيك، وقلنا له ان شو عم تعملوا؟ عم بتأبدوا هذا الوضع السيء، البلد بالارض ما بيحمل اليوم انه بدنا نغير شويه اسماء. جربنا نقول له لو بالطاوله، طب انت اليوم عم تحكي انك عم بتجرب وعم بتحاول والكل بيحكيك بهذا المنطق، كنا عم نجرب نحسه انه لو بالطاولة جيب تشكيلة ممكن تعمل إصلاح، جيب تشكيلة مستقلين طالبوا بشي صلاح، يعني شو عم تعملوا؟ عم تخبرونا أنه ما في شي رح يتغير بوقت الانهيار والهريان عم بيسابق أي شيء آخر بالبلد. شو جاوبكم؟ شو قالكم؟ ما يعني كان واضح انه انت عم تطلب، هو جايبينه للرئيس مئاتي لانه ما بيقلب طاولات، لانه جزء من هو احد كراسي هيدي الطاوله، نحن عم نقول له او اذا بدك عم نتحداه انه يقلب طاوله. ليك ما في، ما عندي اي امل ولا بصيص امل ولا نقطه ولا مطرح باي من هذه الطبقه السياسيه، باحزاب او شخصيات او كل هول المجربين المكررين اللي صار لهم سنين وسنين بيخبروا نفس الاخبار، ما عندي اي امل. انتم كقوى تغييريه، شو شكل الحكومه يلي بتلاقوها مناسبه، يلي بترضيكم، يلي لازم تكون موجوده، يلي ممكن تتفقوا عليها كقوى تغييريه؟ الممكنه، مش اللي ممكن ترضينا، الممكنه. شو هي الممكنه اليوم؟ هي حكومه مصغره مستقله من مستقلين، بصير يقولوا لك مين مستقل بالبلد؟ مين مستقل؟ روح حبيب القلب، مستقلين عن الطبقه السياسيه. ما هيدي كمان مره يعني صاروا يطلعوا يعملوا خطابات، من هو المستقل؟ مستقل يعني بس بعيد عنكم انتم، يعني مش من منظومه اللي عال، بس مستقلين عن الطبقه السياسيه، كيف بدهم ياخذوا ثقه بمجلس النواب وفي كتل؟ عم تسالني شو الممكن؟ انا بقول لك اليوم اذا في نفس انقاذي بالبلد، انت بتروح لحكومه مصغره من مستقلين، يعني منهم حزبيين او مناصرين لهذه الاحزاب اللي شفنا وين وصلت البلد، وعندها صلاحيات استثنائيه تشريعيه، لانه عم نجرب نحصن الحكومة تقدر أن تشرع وأن تنفذ بنفس الوقت، وتقدر تخلص البلد من حالة الانهيار اللي هو فيها. أي مطرح بالعالم، أي مكان، أي دولة فيها حد أدنى من الضمير اليوم، هذا اللي بتعمله. كل اللي وصلوك إلى هذا الدرك المظلم جاي تقول لهم خلصوني اليوم، ما هني مورطين جورج، مش بس يعني كلهم بيعرفوا شو طريق الخلاص، ما حدا ما بيعرف شو هي القوانين الإصلاحية، ما حدا ما بيعرف شو هي الإصلاحات، مكرر الإصلاحات صار لها من باريس واحد، هي ذاتها ما تغير شيء. طيب بيعرفوا كتير منيح شو لازم، وما عم تتطبق. ليه ما بيعملوا هالشي؟ لأنه هيدا بيجي على حسابهم. الإصلاح اليوم بالقضاء ممكن أن يؤدي يوما ما إلى سجن من هم اليوم في السلطة،
بتجي بتقول لهم حطوا قانون استقرار القضاء، رح نضل نقاتل، ما حنوقف نقاتل. بس انت لما بتجي بتشوف ما هن مبسوطين انه خصموا حكم نفس الوقت، هن مبسوطين انه القاضي ما بيسترجي يعمل الا على ذوقهم، هن مبسوطين بالتركيبه مثل ما هي. ليغيروها بدك ضغط مهول كتير كبير. اصلا كل القوانين اللي قطعت بالمجلس النيابي اللي فيها هيك شويه نشحت اصلاح شي محل اجت بضغط خارجي. الوصول للمعلومات اجى بضغط خارجي. قانون النفايات انا صرت اطلع يا ليش راكدين يعملوا قانون نفايات، كمان كان الاتحاد الاوروبي طالب ذلك، كان من قوانين سادر وغيره وغيره. يعني بفرغوه من مضمونه شوي، بيضربوا له القانون، بيطلعوا قانون مثل قانون الوصول للمعلومات اليوم لا ينطبق. قال بده مراسيم تطبيقيه، هو ما بده مراسيم تطبيقيه، هيدا اللي كاتبه واللي شاغل عليه واللي مرقه بلوبي دوله، يعني غسان مخيبر بيقول ما بده مراسيم تطبيقيه. فلذلك بدي اقول لك هيدا كله عم نحكيه بس للناس تكون واعيه. انتم اليوم معلش رح اقولها بصراحه ولو ثقيله، من شهر جددته ومددته لخراب هذا البلد، عطيته براءه ذمه لنفس الطبقه السياسيه. كتر ألف خير الناس اللي صوتت غير، دخلوا 10-12% إذا بدك اللي هن ممكن نفسهم يكون إصلاحي وما يكون عندهم لا ارتكابات ولا شيء عتلين همه ولا ملفات يخافوا مين يلقطون عليها. هول بقلك لح يقاتلوا على الآخر لمصلحة الناس، بس هول أقلية كتير 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 صغيرة.